الصفات المتعلقه بوضعيه وشروط الاعتقال، الوضع الصحي داخل المؤسسه مركز الاصلاح والتدريب ديال الدار البيضاء وديال بن سليمان اللي هي موضوع الدراسه، الوضع الصحي لهذه الفئه من 100% اي كل تقليل الاحداث المستجوبين خضعوا للفحص الطبي عند دخولهم للسجن، هذا اجراء قانوني طبقا لقانون الظاهر القانون المدني للسجون 93-83 المتعلق بالوضع داخل السجون. 8% من المعتقلين الاحداث التي تمت مقابلتهم صرحوا بانهم مصابون بمرض، و 6% يتناولون الادويه. لا مستوى اخر، لا يوجد اي احد من المعتقلين الاحداث المستجوبين في وضعيه اعاقه، بمعنى هذه المؤسسات او هذه الفئه المستجوبه ليس هناك اي شخص فيه في وضعيه اعاقه. 95% من ما سبق قررنا نستفيد من خدمات الرعايه الصحيه، في حين ان 5% الباقيه التي تستفيد من تلك الخدمات تعز ذلك الى عدم الرغبه في الحصول على الرعايه الصحيه من طرق دواتين. ثم 79% استفادوا من الخدمات الاستشفائيه و48 من الفحوصات الطبيه، بينما استفاد معتقل واحد فقط من عمليه جراحيه. 10% من هذه الفئه استفادوا من الخدمات مره واحده فقط، و11% مرتين، و90% 3 مرات، بينما استفاد 70% من خدمات الرعايه الصحيه لمده لعده اسابيع. 53% من احداث المعتقلين لم يلمسوا او لم يلمسوا اي اثر لهذه الخدمه على صحتهم، بمعنى ان 53% من المستجوبين تصرحوا من خلال الاستمراء على انه ليس هناك اي اثر بالنسبه لهذه الرعايه الصحيه على الصحه ديالهم، وربما هما عندهم الدرجه الاولى تتحدث حتى على الوضعيه الصحيه النفسيه. زياره الاخصائي الاجتماعي لهذه الفئه، 5.33% من المستجوبين تلقوا زياره متواضعه من طرف الاخصائيين الاجتماعيين، في حين صرح 29% منهم انهم نادرا ما يتلقوا زياره الاخصائيين الاجتماعيين، بينما لم يتلقى 30% منهم اي اخصائي اجتماعي. سلاك المخدرات داخل هذه الفئه، 26% يستهلكون مواد مخدره، 34% منهم يتعاطون المخدرات، 42% المواد الكحوليه، 55% الحشيش، 44% السجائر، و 7% تعاطوا مادة السيليسيون. وهذا مؤشر ربما يهم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، وهي احدى المظاهرات مخدرات داخل الفضاءات المغلقه سواء في المدرسه، ربما هذا مجال خصب للشغل داخل هذه الفئه ومع هذه الفئه، وربما سنعقد شراكات مع جمعيات ربما نتقاطع معها في شغلات معينه، ويمكن ان تساعد هذه الفئه من هذه الوضعيه والحفظ من ظاهره السيادة المخدره.